أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بانتخاب مصر عام 2022 رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال. وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة الأيسكو، أكد مدبولي أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بشأن سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية. اجتماع اليوم فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية والمخاطر التي ناجمة عن التقنيات المالية وكيفية يمكننا أن نحقق الاستدامة في القطاع المالي. سادتي، نحن نعيش في حالة تقنية متغير بسرعة. أعتقد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع هم مهمين لتعزيز الشمول المالي وتوفير وصول عادل ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعنا. هذا يتطلب اقتصاد نامي متنامي، ومصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية للزيادة من النمو.